في فيديو اليوم منا نشوف شو منقدر نعمل ب$10 في فلسطين، تحديدا في مدينة نابلس. خلينا نشوف شو منقدر ناكل وشو منقدر نشرب ب$10. هل ال$10 راح تكفينا ليوم كامل؟ شو منقدر نعمل ب$10 في فلسطين تحديدا نابلس؟ يلا، كثير ناس طلبوا مني اني اصور فيديو او جزء ثاني من الفيديو السابق، فهاي جزء ثاني. خلينا هسه نروح نشوف شو بنقدر نعمل ب$10 في نابلس، في فلسطين تحديدا نابلس. زي ما بتعرفوا للاسف من الفيديو السابق انه ما عندنا عمله في فلسطين خاصه فينا، فبنستخدم العمله الشيكل. نروح نصرف $10، كيف تطلع بالشيكل؟ هاي الصراف صرفت هين، صرفت طلعن 34 شيكل. فخلينا هسه نروح نفطر معجنات. يلا، هاي المحل قدامي. قد ايه طلعنا هول؟ هذول 11. طبعا ما حبيت وانا اشتري عشان صاحب المحل ما بده. طبعا اسم هذا المحل ايام زمان، بس هون نبلش نوكل الاكل. في جبنة مع زعتر. الطعم خرافي. الناس هسه بسألون عن رأيي خرافي، خصوصا الجبنة مع الزعتر. بعدين الزعتر ترتيب، وهذا أذكى شيء. جربوه بس يجوا على نابلس، طعمه خرافي. يا الله، جربوه. لا يا حاج، مرحبا يا حاج. مرحبا. أهلاً. بدنا كاسة شاي تحط عليها شوية نعناع ويعني زبطنا إياه. توقع الله. يلا. أحسن كاسة شاي. كاس شاي هسه بنسأل حد قديه حشها. الله، والله طعمها يا عم نابل سيء، بس سخن شوي، اكيد مش بارد يا حاج، عشان ما ننساش قديه حشها. لا هي والله جاهز.
هاي 2 شيكل طلع. حسبنا صارفين لحد الآن 13. خلينا نشرب كاس الشاي شوي الآن بعدين نطلع. بتعرف نصور حاط زوم على الوجه؟ زوم. طلعت من المحل. محل المشاوي ورا بروح اشتري سندوتش تعال بس غالي. اسمه مطاعم اوكل. معلم اغلبك ما سندوتش مشاوي. دي تفضل. سلم ديك. هاي سندوتش المشاوي. stay focused خليك مركز على احلامك واهدافك. طبعا انا قاعد على الدوار نابلس في امامي مرسي. نص بنص ما في اصابع زينب كمان. يلا ثلاثة. مرحبا يا حاج. الله يرضى عليك. الاخبار؟ والله مشتاقين. بدنا شو اسمه؟ تمريه. تمريه. تمريه ان شاء الله. بدنا 3 حبات 4. احنا بنقول لك حافر فلسطيني كل عام بخير اللي بتسافر بالخارج. كل عام بخير يا جميع الاسرى. انت بخير يا حاج. وفرج العاجل. هاي التمرية انا كلت وراك. هاي طعمها بيجي وهي سخنة بس يا الله. بكيوان مصبع نيجا اليوم. طعم الله. طبعا سندويش المشاوي حقه 11. هاي شكلين يعني ضل معنا 8 شيكل. 26 شيكل صرفنا ضل 80 شيكل. سلم ايديك حاج. بدنا كوب يا مان. يلا كم وحده؟ واحدة. على راسي. انا كنا كثير. صحة وعافية على قلبك. مين حضرتك؟ كرة نابلس. اهلا وسهلا. قديش؟ 3 شيكل بتنبسط. الله يعطيك. هاي بدنا نجربها. قوية. كبة هاي تقريبا مشهورة في رمضان. ازوى ديش الناس بتجيبوها في رمضان. شو هاي؟ مش صح. يو وين رايك؟ تكتير تيجي زيارة على السجن. ها احسان يخاف يصير فوق يعلم الضارب ينجل. يلا فوت فوت. يلا يلا قدم يلا. هوية اليوم السبت. لا 5 أيام من رمضان. كل عام وانتم بخير. بعد بكرة عيد ميلاد.
دينار بالضبط. ظل معي 5 من 34. خلينا بقترح اشتري اشي اشربه بعد كل هالحكي. يوتيوب بدي كاسة، اي كاسة من هاي العصير اي نوع بريكي فيه. صورت كثير يلا بس دايما خبر هند ليمون بارد، خبر هند ليمون بارد، دراية شهر دراية دراية دراية، خبر هند ليمون بارد. علم لا يا زلمة حبيبي يا غالي، تسلم حبيبي يا غالي. تابعين هذا الاحسان يعني بيفوق اللي بحب النبي، الصلاة على النبي صلى على النبي. حط لاي يعني خليه يوصل ال 200 300,000 هالشيء. الله يسعدك حبيبي، مهمنا يا يصير مشهور هذا عصتنا حبيبي. احسن شيء اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس، واهم اشي زر الجرس، لانه لما انزل فيديو بصلكم الفيديو اني نزلت. يلا اشتركوا بالقناة، بس تشتركوا بظهر لكم جرس، رنوا لي اياه بينكم. خلصناها هيك، الميزانية خلصت 34 شيكل اللي هن 10 دولار. شرينا كل اشي، ورجيتكم شو نقدر نعمل ب10 دولار في نابلس فلسطين. لايك وانشروا الفيديو في الواتساب فيسبوك لأصدقائكم، بس خلي الفيديو ينتشر. سلام، اشتراك ورنوا لي الجرس. سلام.